السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمرو عصام من قناة توأمان. النهاردة هنبتدي تحدي جديد، وهو اللعب بالنصر قصاد الفرق الكبيرة. النهاردة هنبدأ بمباراة أمام مانشستر سيتي، أقوى فريق في أوروبا، فهنشوف هل هنكسب بيه ولا لأ. يعني النصر مليان لعيبة كتير، كريستيانو، لابورت، أوتافيو، بروزوفيتش، لعيبة كبيرة، وساديو ماني. هل الأسماء دي كلها هتفوز على مانشستر سيتي ولا لأ؟ تعالوا بينا نشوف كده هل هنكسب ولا لأ. يلا بينا نبتدي. زي ما حضراتكم شايفين كده، أنا عملت تشكيلة غريبة شوية، رجعت كله في الدفاع. ما أنا يعني السيتي طبعا، فلازم نهتم بالدفاع، فكدست الدفاع شوية، 4 دفاع قصادهم 3 في نص الملعب. رجعت ماني وتاليسكا شوية، ورميت كريستيانو قدام مع نفسه بقى، الحاجة اللي توصل له ماشي يجيبها، مفيش أي مشكلة. فهنعمل إيه يعني؟ ما ده نصيبنا يعني، السيتي ما بيرحمش. فالتشكيلة خليناها كده غصب عننا، وتجربة مش هنخسر حاجة يعني. يعني قال هنخسر حاجة؟ مش هنخسر حاجة، أدينا بنجرب، يا صابت يا خابت. ف بإذن الله يعني نكسب بالطريقة دي، ويكون إيه، ما يجيش فينا جوان. اما حاجه بس ايه، ما تنساش تعمل لايك اول حاجه، عشان بس تشوف السلسله الغريبه اللي احنا بنعملها دي، مغامرات النصر. يعني هنعمل مغامرات كتير، ف يعني حاولوا اشتركوا في القناه كمان عشان تتابعوا السلسله دي، ونحاول يعني نعمل بالنصر شغل كبير. يعني ما يبقاش في السعوديه بقى، يعني نوصل في اوروبا ونفوز على كبار اوروبا، فدي حاجه كويسه. طبعا اللعيبه داخلين زي ما حضراتكم شايفين اهو، ونبدا المباراه ونقول بسم الله. ار2 تعبان خالص، انا هلعب يعني نسبه كبيره على الطريقه دي، تاليسكا واركن وشوت. يعني لا، حتى يعني بيعدوا من الدفاع، يعني عامل لهم ما شاء الله يعني 7 لعيبة في الدفاع، وما فيش يعني اكن السيتي ده ما بيهموش انت حاطط كام واحد في الدفاع. يا عم بقى يلا، بيقفلوا بطريقة يعني غريبة. يا ابني اقطع يا ابني، حلوة. مباشرة إلى الأمام، ويامور يحاول أن يسدد الكرة من هنا. هالاند لو شاط، يعني الواحد بيخاف والله، أي كرة بتيجي. يعني الأخ هالاند ده نعمل فيه، أنا مش فاهم والله، يعني ملوش حل. عدت على خير الحمد لله، يعني اخرج الشوط الاول بس 0-0، دي اهم حاجة. يعني انا التارجت بتاعي بس ايه، 0-0 الشوط الاول، ونشوف الشوط التاني هنتعامل بقى ازاي. انا هحسبها فاول ليه كده؟ حلو، الشوط الاول 0-0، نتيجة كويسة يعني، ده يعني شيء كويس اننا نخرج، بس ايه، ما يجيش فينا جون. الشوط التاني بقى نشوف، يعني هنحاول بقى حتى نخطف جون على السريع كده، يعني نكون هما في غفلة سرحانين كده، ونحاول نجيب جون يعني، بس ده حاجة صعبة يعني شوية. اوت، هي تعدي بس، هي المشكلة في كده. يعني رونالدو اديكوا شفته، هو بيشوط بس
يا اما هتخبط في الدفاع هتخبط في مين مش عارف. الله مرتد انا بقول لكم تعدي بس هي تعدي. انا لو سبته هيجيبها يعني، المشكله في كده. ادي طرد كمان انذار ماشي. يا رب ادعي هل هو كان اشوف. يا رب ادعي هالاند هالاند. فيها شيء لله يا جماعه يعني، دي حاجه بتاعت ربنا يعني، هنعمل ايه بقى؟ دي ما فيهاش يعني؟ لا وي ظلم تحكيم يا جدعان. رونالدو بقى مشهود بقى في ايه؟ اهم حاجه ما يعديش يعني، يعني اهم حاجه الكره توفر. احنا داخلين في وقت صعب، الدقيقه 81 اهي، والجون هنا ما تعوضش. يحاول تمريرها من بين المدافعين. في ايه انا مش فاهم، ما تجري على الكوره. كم حرام عليك. ضربات الجزاء اللي انا ما احبهاش يعني، يعني انا عن نفسي ضربات الجزاء الواحد بيخسر فيها كتير يعني، ما اعتقدش انها هي دي اللي يعني تحسب فوز يعني. انا هحط رونالدو في اخر كورة في الخمس. فوفانا فوفانا مش مكتفي بيه كده يعني، خلي اليكس بريس مانيت تاني، تاليسكا التالت، خلي تاليسكا ماشي دي كويس. ادعولنا يا جدعان يعني، ضربات الجزاء يعني شيء صعب، شيء صعب، هي كلها توقعات ما فيهاش فن ولا اي حاجة. اليكس تيليس اول كورة للنصر، يا رب تجيبها اليكس تيليس. اضمن في نص الجون الاضمن، انا ما احبش الزوايا دي، ما معظمها بتصد يعني. لعيب لعيب وزبين. هنشوطها هنا ولا ايه؟ والمرة اللي فاتت اترمى شمال، هنشوطها له هنا. لو شطها في نص الجون تاني كان واقف له اصلا في نص الجون. يا رب تتصد، يا رب تتصد. ارتمى الحارس في الاتجاه المعاكس. يا لعيب، لمسه كانت رائعه، الحارس ذهب الى زاويه والكره في الاخرى. خلاص في نص الجون بقى. ابلع. ايوه كده. هالاند اللي ضاع في الماتش هيشوط تاني. هتضيع يا هالاند. انت تخصصي.
يا رب اجيبها يا جدعان، ادعوا كده معايا يا رب. اخيرا يا جدعان نفوز بالنصر على السيتي، ضربات الجزاء في ملحمة درامية من الطراز الثقيل. يعني الماتش ده يستاهل يعني عدد لقاءات كبير كده محترم، يعني عشان النصر اللي كسبنا بيه. يعني شوفوا الفرق، احنا بنلعب بالنصر قصاد السيتي. يعني انا ما بقللش من النصر، بس في البيس بالذات كمستوى لا بيفرق. فيعني اعتقد ان هي الناس اللي بتتفرج على الفيديو لايك حلو كده واشتراك في القناة عشان نوصل ل100,000 اللي احنا مش عارفين نوصل لهم اصلا. فكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.